الرحمن السقاف بعلوي الله نزيل المدينة ده يمني ده والله ايه انتوا اصلكم من اليمن سيدي نعم من يافع الله رفعت الرفاعي عبد الرحمن السقاف باعلوي نزيل المدينة السيد السند صاحب الكرامات والإشارة قال العيدروس الله أنا شفت ساكن بيتنا هنا عند قرية في محافظة قنا تسمى قرية الحدادين نسبة الحداد باعلوي قرية الله كاملة الله محافظة نصر جنوب مصر نعم مو الحدادين اللي هم مهنة لا الحدادين نسبة إلى الحداد باعلوي قال العيدروس في ذيل المشرع أو المشرع مشرع. ولد بالديار الحضرمية ورحل إلى الهند فأخذ بها الطريق النقشبندية واشتغل بها حتى لاحت عليها أنوارها وورد الحرمين فقطن بالمدينة المنورة وبها تزوج الشريفة العلوية العيدروسية ومن أخذ عليه بها الطريق الشيخ محمد حياة السندي بإشارة بعض الصالحين شلون مولانا بإشارة بعض الصالحين يعني قال له تصريح من الصالحين أن يأخذ وكان المترجم يخبر عن نفسه أنه يخبر عن نفسه أنه لم يبق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجاب وأنه لم يعط الطريق النقشبندي ولم يعطي الطريق النقشبندي لأحد إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة 1134 ما شاء الله سبحان الله عبد الرحمن السقاف بعلوي عبد الله النكاري شنو النكاري معناته مولانا الحجاز النكاري الشافعي الشهير بالشرقاوي الشيخ الصالح قطب الوقت الله قطب الوقت شنو يعني زمان ما كانش في حد ينافسه يعني في القطبين المشهور بالحرامات شنو يعني الحرامات معتقد أرباب الولايات من قرية بالشرقية يقال لها النكارية أخذ عن الشيخ عبد القادر المغربي وكان يحكي عنه كرامات غريبة وأحوال عجيبة وممن كان يعقده الشيخ الحنفي والشيخ عيسى البراوي والشيخ علي الصعيدي وقد خص كل واحد بإشارة نالها كما قال لهم وشملتهم بركته وأنه تولي قطبانية وكان بينه وبين الشيخ محمد كشك مودة ومؤاخاة توفي سنة 1134 هذا أبو الشيخ كشك لا لا أولا هي الشرقية بتاعتنا اللي بتاعت مقبل دي طيب لا كشك من البحيرة مش منها بس انت بتقول ان هو النكارية يعني بلد قرية اسمها نكارة زين وهو أقرب 1134 يعني كم سنة ده زي اللي قبله في نفس العمر يعني 1134 يعني احنا دلوقتي يعني قبل سنة يعني 200 سنة لا 330 سنة ايوه 330 سنة ما شاء الله